أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا فَسَحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَسَحُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَسَحُوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا من يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله خبير يا أيها الذين آمنوا قدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة زكاة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله
والله خبير بما تعملون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أولئك أصحاب هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء. ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك
حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون صدق الله العظيم.